السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم طلاب الصف الثالث متوسط. راح نحل أسئلة مناقشة الحديث النبوي الشريف في البر والإثم. السؤال الأول: يعلو شأن الإنسان بخصال حميدة، ما أهمها؟ ما هي الخصال الحميدة أو الصفات الحميدة التي تعلو من شأن الإنسان؟ الجواب: الصدق والأمانة والإخلاص في العمل والصبر والوفاء والإباء والتواضع وكف الأذى وطلاقة الوجه، وأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، والإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل في الأحكام. هذه الصفات الحميدة التي يجب على الإنسان أن يتحلى بها ليعلو شأنه. السؤال الثاني: إذا كانت الأعمال القبيحة هي مخالفة لقواعد الشريعة، فبماذا يحس صاحبها؟ الجواب: إن أعمال الشر تحدث في نفس صاحبها القلق والاضطراب والخوف من اطلاع الناس عليها، وأن النفس بطبعها تحب المدح وتكره الذم، فالخوف من اطلاع الناس عليها لأنها أفعال مخزية وقبيحة. اللي يعمل عمل قبيح وعمل مخزي يشعر بالخوف والاضطراب. ليش؟ لأن ما يريد الناس تطلع على هذا العمل، لأن النفس بطبعها تحب المدح، تحب أن الناس تمدحها وتكره الذم. زين. السؤال الثالث: وصف الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصفة عالية، اذكر الآية الدالة عليها. الجواب: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. السؤال الرابع: إذا أقبلت على عمل، فما الأمور التي ينبغي أن تسبقه ولماذا؟ الجواب: على الإنسان أن يراجع نفسه فيما يريد عمله، ويمحصه تمحيصا دقيقا، ويتأمل في عواقبه. يعني على الإنسان عندما يريد أن يقوم بعمل من الأعمال يجب أن يراجع هذا العمل وأن يمحصه تمحيصا دقيقا، يعني يدقق به ويتأمل في عواقبه. يعني هذا العمل شنو اللي راح يحصل من عنده؟ راح يحصل من عنده إثم لو راح يحصل من عنده ثواب؟ فعلى الإنسان أن يراجع نفسه فيما يريد عمله، إذ كان عمل خير يرضي الله سبحانه وتعالى أو عمل شر يغضب الله سبحانه وتعالى، فيجب على الإنسان أن يراجع نفسه. لماذا؟ لأن إذا كان العمل من الأعمال القبيحة لا يقبل عليه حتى لا يرتكب الإثم. يعني إذا راجع نفسه وشاف أنه هذا العمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى وهو من الأعمال القبيحة، فلا يقبل عليه، يعني لا يكمله حتى لا يرتكب الإثم. صار واضح؟ وبالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.